هذا الموضوع اللي بدنا نحكي فيه الآن إن شاء الله هو يعتبر عن أكواد الكونتاكتور. طبعا تم يعني في منظمات الـ IEC والـ IEEE وضع معايير لهذه الأكواد، تمام، بناء على كل نوع من أنواع هذه الكونتاكتورات. إذا هناك أنواع، وبما إنه هناك أنواع، إذا لكل نوع غرض مختلف عن الثاني. قلما مهندسون وفنيون يتطرقون لهذا الأمر، ولكنه مهم جدا في معرفة متى نستخدم كل نوع على حدة من هذه الأنواع. فالأكواد هي رموز تحدد أنواع الكونتاكتور حسب الحمل المراد تشغيله. إذا يلزم علينا فهم طبيعة الحمل المراد تشغيله حتى نستطيع أن نحدد نوع هذه الكونتاكتورات. هناك النوع الأول يعتبر AC1 Contactor Type، وهو يصلح لتشغيل الأحمال الغير تحريضية أو حثية مثل المقاومات والإنارة، حيث تصمم تلامسات الكونتاكتور للتحمل حوالي 1.25 من قيمة تيار الحمل، وهذا يعتبر بالعادة أرخص الأنواع. تمام؟ هذا النوع الأول يستخدم، يعني نقدر نقول، لأحمال ثابتة ليست أحمال متغيرة. أما النوع الثاني AC3 Contactor Type، وهو يستخدم لتشغيل الأحمال الحثية العالية مثل المحركات لتحمل تيار بدء الحركة العالي، وقد يصل قيمته إلى 7 أضعاف تيار الحمل، حيث تصمم التلامسات بحيث تتحمل 10 أضعاف تيار المحرك الإسمي، ويعتبر أغلى أكيد من النوع الأول. النوع الثالث AC4 Contactor Type، يستخدم لتشغيل الأحمال الحثية العالية مثل المحركات، ولكن بعدد إقلاعات كثيرة أو تغيير في اتجاه الدوران، وتصمم التلامسات لتحمل 12 ضعف تيار الحمل، ويعتبر أغلى من الأنواع السابقة. زي ما أنتم شايفين، كل نوع له غرض استخدامه تبعا لنوع الحمل وطبيعة الحمل. يعني النوع الـ AC4 يستخدم للمحركات اللي بيكون فيها دائما إقلاعات كثيرة، وبالتالي يحتاج الكونتاكتور انه دائما يعني يعمل اوف اون اوف اون. وبالتالي في الحاله هذه، تعرف انت لما يكون الامبير عالي في البدايه، وكثر الاحتكاك التلامسات في بعض بيولد دائما شرارات بتؤدي الى تلف هذه التلامسات وحرقها. وبالتالي عشان نتجنب هذا الامر، يصمم بطريقه يتحمل 12 ضعف تيار الحمل، حتى يعني شو ما يكون عدد الاقلاعات، وقد ما يكون اقلاعات التيار المحرك في الحاله هذه كثيره، لا يعني لا يسبب ضرر، ويكون الأمر طبيعي. الآن زي ما أنتم شايفين، يعني هذا الكتالوج ضمن يعني الشركات التي تصنع هذه الكونتاكتورات. يعني هذه الشركات المصنعة تضع الكتالوجات بالتفصيل حتى طبعا تعطيك المجال لاختيار أي نوع كونتاكتور أنت عايزه وين عايز تستخدمه. طبعا هنا يعني زمن التشغيل يعبر عن زمن التشغيل، ويعبر عن عدد مرات التشغيل العظمى في هذه الجداول. تمام، يعني لو جبنا مثال هنا، مثلا هنحكي على مثلا هذا الكونتاكتور، تمام، LC1D من 9 ل 150 امبير، يعني في منه ما يتحمل من 9 امبير ل 150 امبير، قدرات مختلفة. يعتبر اسمه 3 بول كونتاكتور تايب، لأنه يتكون من 3 بولز فعلا. تمام، الباور ريتنج، طبعا لو في عندي انا 3 فيز موتور في الكتالوج، لو انا في عندي مثلا الباور ريتنج عندي لموتور 4 كيلو وات، تمام، 4 كيلو وات، وبالتالي في حال اللي هو الريتد كارنت بيصل لعندي 9 امبير، لو انا اشتغلت على 440 فولت. هذا لو حيكون عندي النوع الثالث اي سي 3. الاي سي 3 حكينا النوع الثاني اللي هو يعني الذي يتحمل التيارات البدء العالي للمحركات، ولكن بيكون عدد اقلاعاتها اقل، تمام، وبيكون في نفس الوقت ممكن 25 امبير. اذا كنت انت بدك تشتغل على اي سي 1، لازم انت تجيب النوع يكون الاي سي 1 25 امبير. يعني انت لو عندك موتور، باختصار شديد، لو عندك موتور قدرته 4 كيلو وات، وبدك تجيب له نوع اي سي 3 ولا اي سي 1، اذا بدك تجيب له اي سي 3، بدك تجيب له اي سي 3 مكتوب عليه 9 امبير. واذا بدك تجيب له انت اي سي 1، بدك تجيب له اي سي 1 بحيث يكون مكتوب عليه 25 امبير تحمله. ليش؟ حتى يعني زي ما حكينا احنا،
سابقا السبب وهكذا. Utilization category for contactors according to IEC. الآن هذا الكتالوج الاستخدام للكونتاكتورات وفقا للمنظمة الدولية للجنة الكهروتقنية الـ IEC. زي ما احنا شفنا أهم أكثر طبعا ثلاث أنواع مستخدمة ذكرناها سابقا، ولكن هناك أنواع مفرعة أكثر، ولكن احنا بهمنا اللي ذكرناه للأحمال الثابتة والأحمال المتحركة البسيطة والأحمال المتحركة العالية القدرة مثل المواتير الحثية. تمام. فكما أسلفنا سابقا الـ AC1 هذا النوع يعتبر non-inductive or slightly inductive loads. Example resistive furnaces heaters زي الهيترات والأحمال التي لها مقاومات ثابتة. طب النوع الثاني slip ring motors switching off اللي هي المواتير الحثية، ولكن تبقى دائما البدء التيار فيه كبير ولكن ليس كثير جدا، أو ذات القدرات المتوسطة والصغيرة. الـ AC3 Secural Cage Motors Starting Switches Off Motors During Running Time، يعني هي المواتير التي دائما تعمل طوال الوقت وتعتبر ذات المواتير الحثية العالية القدرة جدا. النوع الرابع AC4 Squirrel Cage Motor Starting Plugging Inching، يعني كمان أيضا تعتبر هذا نوع آخر من أنواع المواتير الحثية ذات أيضا القدرات الأعلى في الأعلى وهكذا. في عندي مثلا هذا النوع AC5A Switching Off Discharge Lamps للمبات التفريغ الغازي مثلا، أو في عندي للمبات بأنواعها. تمام. أو في عندي لما أنا مثلا بدي أقوم هو بتغذية Transformers أو محولات بستخدم نوع آخر من هذه الكونتاكتورات. تمام. أو في إذا كان عندي أنا كاباسيتور بانكس لوحات مكثفات القدرة موجودة، بالتالي بتستخدم أنواع لمكثفات اللوحات خصوصي فيها، وهو النوع AC6B. هذا النوع اللي أنا بستخدمه في لوحات مكثفات معامل القدرة. تمام.